بمركز الضرائب لولاية أضرار كان مصطفى ومحمد أول من قاما بعملية تسديد الضرائب عبر نظام جبايتك مع انطلاق هذا النظام المعلوماتي الجبائي الجديد. فبعد التصريح بالجباية عن بعد العملية باتت أسهل بالانتقال إلى الرقمنة. سهلت علينا بزاف صوالح، كنا نجول هنا تلقى الطوابير نتاع المواطنين، يعني تلقى نظام جي بي اي تيك حاجه مليح، انك من الكسب نتاعك تقدر تحط الديكلارات نتاعك. شتناها باللي عمليه ما شاء الله، يعني اول مره تحط ريجي سيكون نتاعك، يعطوك لي باب نتاعك، تروح لاكيس يعطوك كيتونس نتاعك، سهلت بالبزاف. ونشوف من خلال هذه العمليه انه ممكن جدا تبقى توضع التصريحات، مش ممكن جدا سكي توضع التصريحات من المكاتب. نظام متكامل يعالج كل الخطوات اللازمه في عمليه التصريح وتسديد الضرائب مضفي عليها الشفافيه الكامله. اليوم هناك يعني 5 مراكز للضرائب قمنا بتزويدها بالنظام المعلوماتي جبايتك، باتنا، جيجل، تبسة، تندوف وأدرار، ويسمح بتحسين الإيرادات الجبائية، خاصة أن الغرض النهائي هو تعبئة الموارد الجبائية التي سوف تسمح بتغطية مختلف النفقات والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي ومختلف الإنجازات والمشاريع الاقتصادية الكبرى. كل الإمكانات المادية والبشرية سخرت لاستغلال نظام جباية كأحسن استغلال قصد تحقيق تنمية مستدامة.